على شاشتنا يمكننا رؤية كيف نقوم بعرض موقعنا وموفر الإنترنت ما لم نتخذ احتياطات مثل استخدام شبكة خاصة ظاهرية أو VPN. سنقوم بعرض طريقة إعداد واستخدام VPN مجاني للنشطاء يطلق عليه سايفون وأداة أخرى يطلق عليها تور. قم بتنزيل سايفون من موقعه الرسمي https://siphon.ca وتثبيته. عند النقر عليه يفتح البرنامج تلقائياً. تعمل هذه الأداة على تحويل كل حجم استخدامك للإنترنت مثل تصفح الويب وتحديثات نظام التشغيل إلى اتصال مشفر. إذا تحققت من الموقع الذي يظهر أننا منه الآن، فقد يظهر لك أنك في بلد مختلف. يمكنك تغيير البلد بالنقر على Connect Via. يمكن لأي شخص يحاول مراقبة اتصالك معرفة أنك تستخدم اتصالاً مشفراً من خلال خادم في تلك الدولة، ولكن لن يتمكن بسهولة من معرفة ما تعمله. على سبيل المثال، ما الذي تتصفحه عبر الإنترنت؟ عند الانتهاء من استخدام VPN، أغلق كل أنواع البرامج مثل متصفحات الويب التي تستخدمها، ومن ثم قم بقطع الاتصال. يمكنك أيضاً استخدام سايفون على هواتف أندرويد. قم بتنزيله وتثبيته من جوجل بلاي ستور. افتح التطبيق، وقد يطلب منك إذا كنت تريد استخدام الخيار Tunnel Hole Device عامة، فهذا هو الخيار الأكثر أمانا. الآن سنقوم بتثبيت تور. إن أسهل الطرق للقيام بذلك هي من خلال تنزيل الإصدار الصحيح من تور براوزر لنظام التشغيل من موقع الويب الرسمي له https://www.torproject.org. انقر على الملف الذي تم تنزيله، حدد لغتك، ومن ثم انقر على Install. قم بتشغيل متصفح تور بالنقر على Start Tor Browser. بالنسبة إلى معظم الناس، يؤدي مجرد النقر على الخيار Connect الوظيفة. إذا لم ينجح هذا الخيار في تأدية الوظيفة، فانقر على Configure، وستتحول عبر أسئلة ستساعد البرنامج على تجاوز القيود المفروضة على اتصالك. بعد ذلك يقوم متصفح تور بدوره في إنشاء اتصال مشفر. ينبغي أن تظهر لك رسالة مفادها Welcome to Tor Browser. من المهم أن تلاحظ أنه على عكس خدمة VPN، ليس لكل الاتصالات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أمانا محسنا، فهذه الميزات لا تكون إلا للأشياء التي تقوم بها باستخدام متصفح تور. أحد ميزات أمان متصفح تور هي تعطيل الكثير من الميزات التي تستخدم لتعقبك. يمكنك إعادة تنشيط هذه الميزات من إعدادات الخصوصية. يمكنك أيضاً استخدام تور على هواتف أندرويد. لاستخدامه ينبغي لك تنزيل تطبيقين من جوجل بلاي ستور. يطلق على التطبيق الأول أوربوت، وهو ما ينشئ اتصالاً آمناً بمتصفح تور. وعلى عكس إصدار سطح المكتب من تور، فهذا الإصدار يتيح لك توصيل كل شيء على الهاتف به عن طريق تنشيط خاصية VPN. ويطلق على التطبيق الثاني Orfox، وهو تطبيق يتيح لك تصفح الإنترنت باستخدام تور. للاتصال افتح Orbot وانقر على البصلة، وستتحول البصلة إلى اللون الأخضر عند تفعيل الاتصال. لاستخدام الويب بأمان، انقر على Browser ومن ثم Install Orfox. لا يوصى باستخدام ميزة Standard Browser. لاستخدام تور كـ VPN، انقر على VPN ثم قم بالتنشيط. يمكنك تحديد البلد التي تود أن تظهر منها من الزر الموجود على الجانب الأيمن من التطبيق. عند الانتهاء انقر على البصلة مرة أخرى
وستتحول إلى اللون الرمادي.